بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا أريد الإطالة لأن الفترة المحددة لي من 3 إلى 5 دقائق بالكثير، ولذلك أدباً اختصرت الكلمة في توجيه الشكر إلى الهيئة الإدارية للجمعية الحسينية الحالية على هذه الجهود المبذولة، وأخص بالشكر لجنة العزاء على هذه الجهود الكبيرة والجهود النوعية وحركة التطور المشهودة في موكب العزاء، كما أتقدم بالشكر إلى الضيف والأخ العزيز الحاج مهدي سهوان على كلمته التوجيهية، وأتمنى أن نستفيد الآن من خلال الحوار إن شاء الله بحكم تجربته وبحكم خبرته في هذا الميدان. طبعاً للعزاء أركان، أركان العزاء تختزل في 3، في جمهور العزاء وفي رواديد العزاء وفي شعراء العزاء. أنا أرى بأن اللجنة الحالية الآن عندها خطة وعندها استراتيجية لمعالجة الكثير من الإشكالات. عندما نفتح الباب للحوار سيركز الكثير على طرح التساؤلات والإشكالات. ليس المهم هي التساؤلات والإشكالات للوقوف عليها فقط، وإنما الأهم هو التفكير في الحلول لهذه الإشكالات والخروج من هذه التساؤلات بحلول إيجابية تسهم في تطور موكب العزاء. والخطة التي تحدث عنها الأخ العزيز أبو أحمد فعلاً هي خطة فيها إجابة إن شاء الله مستقبلية لما سيطرح من كثير من الإشكالات المتكررة. يعني أنا لا أسبق الإشكالات ولكن أكثرها مكررة إن شاء الله. أتمنى من لجنة العزاء أن تستمر لدورة قادمة ولدورتين لكي تستطيع أن تنتج في الخطة التي تتبناها، وهذا أمر مهم جداً. أما إذا انسحبت لجنة العزاء بعد هذا الجهد الكبير وبعد هذه النظرة البعيدة والاستراتيجية فحقيقة ستكون الجهود مبتورة وستضيع. المهم إخواني، بالنسبة لجمهور العزاء نصيحتي أنا بأن نحافظ على القاعدة الجماهيرية للعزاء، وكنت أتمنى أن يكون الحضور أكثر مما هو موجود بحكم أن هذا اللقاء مفتوح وبحكم الضيف المستضاف أيضاً. عموماً القاعدة الجماهيرية تعبر عن عظمة الحسين وعن عظمة ذكرى كربلاء. ترى الحضور الجماهيري هو الذي يمثل العز بالنسبة لنا. وأتذكر كلمة للإمام الخميني رضوان الله عليه أن كل ما لدينا هو من عاشوراء، فإذا علينا أن نحرص بقاعدة جماهيرية عريضة. وقرية النويدرات طبعا فيها كثافة سكانية، ترى جمهور العزاء الموجود حاليا حسب ملاحظتي لا يتناسب مع الكثافة السكانية بالنسبة لقرية النويدرات، فلنحشد في هذا العام للحضور أكثر فأكثر. الشباب أصدقائكم إخوانكم من تلعبون معهم في الملاعب الرياضية وممن تلتقون بهم حثوهم على الحضور، خلوهم يجون موكب العزاء مهم جدا. طبعا الجمهور ربما يأخذ بعض الملاحظات كإشكالات ربما تكون على الرواديد، إشكالات ربما تكون على القصائد، ترى هذه المشاكل موجودة في كل مواكب العزاء، ليست في النويدرات ولا في البحرين ولا خارج البحرين، يعني لا نتصور أن احنا الوحيدين. الوقوف عليها وتطويرها والسعي لحل إشكاليات هذا هو الموضوع المهم. ولذلك على الرواديد أيضا أن ينتبهوا للجمهور، يعني على أساس يرغبون الجمهور في الحضور وفي ازدياد العدد وفي تفاعل الجمهور أثناء موكب العزاء. اللحن مهم جدا، اللحن يشجع على الحضور، اللحن يثير حماس الحضور، ولكن ينبغي أن نحافظ على اللحن في إطاره الشرعي، لا نلجأ إلى ألحان مخلة شبيهة بألحان الغناء وما شابه ذلك. خلي تكون الألحان تحافظ على قدسية أيضاً إلا هو موكب العزاء.
الشعراء عليهم ملامسة قضية الإمام الحسين عليه السلام، يعني عليهم إبراز اللي هو علم أهل البيت، مآثر أهل البيت، عليهم إبراز عظمة أهل البيت، عليهم معالجة بعض القضايا والشؤون والأمراض الاجتماعية في الساحة، حتى الإطلال على المشاكل السياسية التي تمر بها الأمة لا ينبغي الإيغال فيها كثيرا، نعم لا ينبغي تجاهلها تماما، ولكن مصاب الحسين عليه السلام وتوصية العلماء والروحانيين وما شابه ذلك، التركيز على ماذا؟ التركيز على مظلومية الحسين، التركيز على مصيبة الإمام الحسين مع عدم إهمال الجوانب الأخرى. فعلى من يكتب القصائد والآن الإطار التنظيمي واللجان التي شكلت إلى الرواديد وإلى الشعراء تبشر بخير إن شاء الله، نأمل أن نشهد في هذا العام وفي العام القادم وفي الأعوام القادمة مع بقاء اللي هو لجنة العزاء في محلها إن شاء الله تطورا إن شاء الله إيجابيا. وشكرا لكم والتوفيق إن شاء الله للجميع، وشكرا لكم.